ممكن بعد اذنك تقفل البتاع ده خلاص يعني. طب ممكن ايه بس؟ ممكن بعد اذنك تقفل البتاع ده؟ لا 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 لا، احنا بنهزر اقسم بالله، بنهزر والمصحف بنهزر والله. ممكن بعد اذنك تقفل؟ والله بنهزر بنهزر اقسم بالله، انا اسف جدا. مساء الخير، ازيك؟ عامله ايه؟ كله تمام؟ ايه ده؟ بص، ده برنامج. تمام، احنا عاملين برنامج فيه رسمه كده ومفاجاه عشان نفرحك بيها يعني. اوكي، قولوا لي. طب ولا حاجه، داخلين مره واحده كده جم مفاجئ. لا، ما عشان خاطر مفاجاه بس، يعني عشان بس نفرحك يعني، كنا عاملين لك مفاجاه حلوه يعني. فتجاهز تشوف الرسمه؟ ربنا يستر. يلا بينا. طب فرحانه بجد؟ اول مره ترسم. ايه؟ اول مره ترسم بجد؟ وان شاء الله تكون احسن مره باذن الله. ربنا يخليك يا رب. طب انت يعني حد عارفاني اصلا قبل كده، او عارف محمود حتى؟ لا لا، انا اتخضيت، انا لقيت حد داخل عليا مره واحده جاي وماسك الموبايل وده. مفيش حد يخش كده يعني. نشوف مين بقى القمر دي. مين دي؟ مين دي؟ انت عارفانا ليه؟ امسكيها، عارفانا كده منها ليه؟ ايه رايك؟ هي دي تتمسك؟ ايه؟ هي دي تتمسك؟ امال تعمل لها ايه؟ ايه رايك فيها؟ مش نفس حواجبك بالظبط صح؟ هو انت لسه مبتدئ في الرسم كده؟ ايه؟ لسه مبتدئ؟ ده انا قديم جدا، قديم جدا، وعامل برنامج وبتاع. قديم ايه ده؟ لا بس رايك بجد في الحواجب والعين وسحبه الرموش. دي مش عيني دي. اصلا انا اللي مضايقني المناخير، يعني انا مناخيري منمنمه. انت جايب اكتر حاجه منمنمه عندي؟ منمنمه؟ اه منمنمه قد كده، ايدي. لا انت شايفه كده حاجه بترجع لك، بس هو انا شايف ازاي. انا ازاي؟ طب اسم يا محمود، اوقف البتاع دي بس شويه بقى، معلش. شوية. محمود ايه ده؟ محمود ايه ده؟ مناخيرك ايه؟ شبهك يعني. شبهها صح؟ يعني هو في ايه يعني؟ ايه المشكله فيه؟ هو انت ما بتهزرش؟ انا ما بهزرش بجد. لا انت ما بتهزرش والله؟ هو عندي سؤال بس، هو ايه بس ايه يعني؟ انا هو في بني ادم حواجبها كده؟ دي نسخه من بقك وشعرك وعينك، نفس لون عينك. دي عيني حله كده؟ ثانيه كده، سنة صغيرة بس معرفش ولا. والله بجد؟ وانا مالي؟ طيب انا ذنبي؟ انا زي ما شفتك رسمتك، انا مش دعوه، مش ذنبي يعني. زي ما شفتني رسمتني كده يعني؟ ايوه والله بجد؟ ايوه بجد يعني. اتفضل بعد اذنك. طب في ايه؟ طيب في ايه؟ اتفضل. طيب بعد اذنك. طب ايه؟ طيب في ايه؟ اتفضل. طيب بعد اذنك. خلاص لا. طب انا اسف جدا. انا بعد اذنك، انا محرجه دلوقتي، لو سمحت امشي بعد اذنك. ايه ده؟ لا طب في خاصه بجد. طب ممكن ايه؟ طيب ممكن بعد اذنك تقفل البتاع ده؟ خلاص يعني. طب ممكن ايه بس؟ ممكن بعد اذنك تقفل؟ لا 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 لا، احنا بنهزر اقسم بالله، بنهزر والمصحف بنهزر والله. ممكن بعد اذنك تقفل؟ والله بنهزر بنهزر اقسم بالله، انا اسف جدا والله. اسمع بس، والمصحف اهي، اقسم بالله بنهزر. والمصحف بنهزر. امسكي، خدي امسكي والله. هو شكله مهرج بس نضيف. امسكي معلش بجد والله، انا اسف جدا. ايه رايك في القمر دي بقى كده؟ شكل دي انت؟ لا لا بس بعد ايه يعني؟ خلاص وكده كان ده مقلب بنظر معاكي بس. انا سخيف جدا ان انا مش بعد اذنك. بعد اذنك طيب يا بعد اذنك هتمشي يا همشي. انا طيب والله بعد اذنك هتمشي يا همشي. بص خلاص كده، ممكن بس اهدي والله بجد. احنا كنا بس فكره ان احنا بنظر معاكي، وانت فعلا زي القمر والله العظيم، ومناخيرك من منيمه وزي الفل اهي. بص ممكن بس خليك بس قاعده بس مكاني شويه، بس هجيب حواجه على طول. انا اسف جدا. ممكن انا مش عايزه حاجه منك. لا سنة سنة. انا مش عايزه حاجه منك. انا اسف جدا. انا مش عايزه حاجه بعد اذنك. وقف. انا مش عايزه حاجه منك. طب خلاص سنة. كات واقف يا حمود. كات بس اهو بس يعني، معلش ينفع بس كام تصوير بس دقيقه بس على طول، عشان بس اقول لصالحك يعني. تمام، بس اقول يعني اعمل كده حاجه صغيره كده بس اصالحك بحاجه صغيره. خلاص بجد والله حصل خير. بص كده، بص جبت لك ايه؟ جبت لك الحاجات دي. اوكي، ف سوري بجد والله. ايه رايك في الشوكولاتات دي؟ بتحبيهم ولا لا؟ انت جايب بالفراخ؟ ايه؟ جايب بالفراخ؟ انت عايزه بالخل والملح؟ لا بس بجد والله بحب الخل والملح يعني. ما سالتنيش ليه طيب طالما رايح تصالحني يعني. ده انا كلفته جايب لك 50 نوع شوكولاته وشيبسي مستورد. طب انت عايز تعمل فيها مقلب ببلاش كده ولا ايه؟ بجد انا مندلين. ما سامحك عشان مندلين. كيس ده بتاعي. طب بجد شبه كلها فرحتك فعلا؟ جميلة قوي بجد. أنا أصلا كان نفسي أترسم من زمان خالص. قطع يا حمود.